تمت أشغال المؤتمر 17 لحزب الاستقلال بالمصادقة على البيان الختامي، وظلت عملية اختيار الأمين العام للحزب واللجنة التنفيذية معلقة إلى وقت لاحق. أين نحن في اللجنة التنفيذية؟ وبالإجماع وكذلك باتفاق المرشحين الأخ حميد شباط والأخ نزار بركة على تأجيل يعني الانتخابات، انتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية إلى السبت المقبل. قرر وبصفة رسمية من طرف جميع المؤتمرين ومن طرف رئاسة المؤتمر من طرف جميع الأطراف باش تأجيل لمدة أسبوع ريتما يتم معالجة هذه القضية بالشكل القانوني وبالشكل التكنولوجي. كانت الأمور مبدئيا كلها مهيئة للقيام بهذا العمل، مع كامل الأسف كان جهات حاولت أن لا تتم هذه العملية في وقتها لأنهم يعرفون مسبقا أن النتائج ليست لصالحهم. حزب الاستقلال على موعد إذن يوم السبت القادم 7 أكتوبر للحسم في من سيتولى الأمانة العامة للحزب، بعد أن عرفت أشغال المؤتمر 17 أجواء هادئة أحيانا وصاخبة أحيانا أخرى. الرابح الوحيد في هذا التأجيل الآن هو كل مؤتمر والمؤتمرات، أي حفاظا على السلامة البدنية، وثانيا أي الأمر الأساسي هو ضمان عملية غير مطعون فيها، يعني ضمان عملية انتخابية غير مطعون فيها بشكل بعدي، بالتالي توفير كل أسباب النزاهة والشفافية هو أمر مطلوب من الجميع. كنتمنى أن المؤتمر 17 ديال حزب الاستقلال يدوز في واحد الظروف اللي هي يعني بالشفافية والنزاهة والديمقراطية ولكن يعني جات فيها بعض السلوكات اللي في الحقيقة كتمس ببعض، كنسطر على ببعض المحسوبين على حزب الاستقلال. يبدو أن كوادر الحزب ومؤتمريه عازمون على تقليص هوة الاختلاف والانكباب على بناء هياكل قوية عبر توحيد الرؤية وتأهيل أقدم حزب للعب دوره السياسي داخل المجتمع المغربي.